كمان توقع هام جدا لانه ما اجى ولا مره. كثير بالك من السؤال درجه رابعه لا تخاف منه خليك جبان. اول طلب عين عددين حقيقيين يحقق او يحققان شوف درجه رابعه هي عباره عن قوس درجه ثانيه ضرب قوس درجه ثانيه اعطاك اياهم. الفكره سهله كثير حلوه كثير. اول شيء بعمله طبعا رح اكتب لك الفكره هون ننشر هدون يعني ثم نطابق مع بي زد الاصل تنشرها متطابقه مع مين؟ مع شو يعني منطابق؟ هلا رح نتعلم اليوم كيف نطابق طرفين مع بعضهم شبه الفيزياء شوي. تعال ننشر هدول اكتبوا على النشر رح اكتبهم على اللوح زد مربع زائد ا زد زائد ب زد مربع زائد أربعة زد هون متأكدين؟ والله تأكدوا لي هي لازم مين معه الورقة؟ زائد 4 زد زائد 2 أم كل عن نشر طبعا هون بالنشر بدك تكون هادئ ما بدك تعصب ابدا لا على المراقب ولا على المصحح لانه هن ثلاث حدود ضرب ثلاث ضرب حضر تسعة يعني ثلاثة بثلاثة تسعة فبدي تاخذ معك هيك مسافة ركز معي انا بدي انشر اذا خربطت صلحوا لي اذا ما خربطت خلص زد مربع زد مربع قصدي اسكتوا زد اس اربعة زائد زد مربع باربعة زد اربعة زد مكعب انت اذا خربطت يا حلوة زد مربع بعشر باثنين اه اثنين اه زد مربع هذا انضرب بمين؟ بهدول ثلاثة فن هيك دور مين؟ الآ زد آه زد ضرب زد مربع آه زد مكعب آه زد ضرب أربعة زد أربعة آه زد مربع آه زد ضرب اثنين آه اثنين آه مربع زد لا تمل مل العدو النجاح ضلت آخر واحدة بي بي زد مربع بي زد مربع بي بأربعة زد أربعة بي زد بي ضرب اثنين آه اثنين آه بي لاحظ أخذت معي دقيقة فإذا أنت مركز وحابب الشغلة بدقيقة بتخلص معك أما إذا أنت عم تتأفف منها وما جاي عبالك رح تكرج بالنص أنت وعم تنشر كيف تتأكد عدوهم لازم يطلعوا شو قلنا تسعة صح الآن بعد ما نشرناها لهي قبل المطابقة قبل المطابقة نجمع الحدود المتشابهة ونخرج عامل مشترك. شو قصدي انا؟ تبعي. قصدي انه هذا الزد اس 4 في واحد مثله شيء زد اس 4؟ لا. اذا زد اس 4 ظلت مثل ما هي. تعال نشوف اللي فيها زد مكعب. ركز معي، هاد وهاد. في غيرهم؟ الزد مكعب عامل مشترك، طلعوا عامل مشترك بفتح قوس. 4 زد مكعب على زد مكعب 4 زائد أ زد مكعب على زد مكعب هو الأ خلصنا من الزد مكعب نجي على اللي فيهم زد مربع هاد وهاد وهاد في غيره؟ وين أ مربع؟ ما في هاي زد مربع وهي زد مربع وهي زد مربع أ مربع ما لي علاقة فيه يلا اعطونا الامثال هون 2 ا و4 ا 6 ا في داعي اكتبها بالتفصيل هي 6 ا ركز معي هون 2 ا هون 4 ا عليكم 6 ا زائد هونيك شو في بي ومين العامل المشترك زد مربع تعال ندور على اللي فيهم زد هون في زد وهون في زد
أعطوني إياهم. مين أمثاله؟ 2 آ مربع و4 ب. 2 آ مربع زائد 4 4 شو؟ ب. وهي زائد ضل مقدار واحد ليك وينه؟ 2 آ ب. فأنا نشرتك وشبهتك كتير ببي زد الأصلية. انتبه هديك كمان حاطين فيها زد أس 4 وزد مربع وزد عدد ما في زد مكعب تكون أمثال الصفر ما في مشكلة. طيب الآن بدنا نعمل مطابقة. بالمطابقة الكل يشوف شو يعني مطابقة. ركز معي. تأخذ أمثال زد أس 4 مع أمثال زد أس 4. هون شو الأمثال؟ واحد. هوني واحد. هاي أول معادلة. ثاني معادلة أمثال زد مكعب من هون 4 زائد آ. أمثال زد مكعب من هوني صفر. ما في. شوف ما في هذيك زد مكعب الأصلية صفر. نحط لها من عندنا شو؟ صفر. إذا عم نعمل مطابقة بين بي زد اللي أنا عملتها وبين بي زد مين؟ تبعية التمرين. معادلة الثالثة 6 آ زائد ب. هون أمثال زد مربع 6 آ زائد ب. أمثال زد مربع هوني ركز مع الإشارة ها ناقص 16. طلعت المعادلة الثالثة 1 2 3. أمثال زد 2 آ مربع زائد 4 ب. هوني 52. المعادلة رقم 4. الأعداد اللي ما فيهم زد هون مين؟ 2 آ ب. هونيك مين؟ ناقص 40. المعادلة رقم 5. هذول هن يلي نتجوا عن المطابقة. الآن المعادلة الأولى ما بتفيدنا بشيء. واحد يساوي واحد. بدنا نحسب الآ والبا نحن. من هون بتطلع الآ مباشرة. من اثنين آ تساوي ناقص 4. تمام؟ منعوضها بال بالخمسة بالصير وبالثلاثة بالصير وبالأربعة بالصير. عوضها في خمسة مثلا. معوض في ثلاثة. ثلاثة أسهل كأنه؟ يا ستة ضرب آ. ستة ضرب ناقص 4 ناقص 24. هون زائد ب بيساوي ناقص 19. انقلع الجهة الثانية ب تساوي زائد 24 ناقص 19 5. للتأكد مين المعادلات اللي ما استخدمناها هون؟ 4 و 5. معوض في 4 و 5 شو راح يطلعوا؟ محققة. إذا طلعت الآ ناقص 4 طلعت البي 5. بسرعة على مكتوب تساوي 0. ما بنرجع على البي زد الأصلية. نستخدم المحللة الجاهزة هدول. طبعا كيف بدنا نحلها؟ لازم نرجع نحط بدل الآ وبدل الب الأجوبة اللي طلعت معنا بنقول له هون رح نكتبها بهال. نكتب بي زد تساوي قوس ضرب قوس. أعطونا أول قوس. زد مربع ناقص 4 زد زائد 5. هذا من وين إجا؟ لما عوضنا الأ والب بأول قوس. شايفين هاي الآ وهي الب. شوف القوس اللي بجنبه. زد مربع زائد 4 زد زائد 2 آ. يعني زد مربع زائد 4 زد ناقص 8. 2 آ يعني ناقص 4 ضرب 2. شايفين القوسين؟ رح حط جنبهم بيساوي شو؟ صفر. هلأ إما هذا يساوي صفر بيعطيك جوابين أو هذا يساوي صفر بيعطينا شو؟ جوابين. ما بقى ترجع على الدرجة الرابعة تقعد تشد شعراتك بالامتحان أنا كده على الدرجة الرابعة. تعتمد على القوسين المحللين مع التعويض الآ والبيع. فاز التسجيل عشان صور واحد جديد.